انا بختار نفسي يا مراد، لاني مش مصدقه ان انت بسهوله كده ممكن تسيبني. كنت متخيلة إني أهم من كده بكتير. لا طبعا يا غالية، أنت إزاي بتقولي كده؟ أنت مهمة، مهمة جدا كمان، عشان كده أنا مش مستحمل إنك تسافري مع ناس أنا مش مطمن وأنت معاهم. وأنا مش هتحبس في البيت عشان أنت قلقان. المفروض يكون عندك ثقة فيا وفي مشاعري ناحيتك. إنك تخيرني بين شغلي وبإنك تسيبني ببساطة كده، ده يعتبر إهانة كبيرة ليا. وأنا بقى مش مصدق إنك بتفضلي شغلك على علاقتنا. أنا واثق إنك لو فكرتي كويس هتوصلي إن أنا عندي حق. وهتكلميني تقولي لي إن أنا صح يا غالية. أنا عارفة من دلوقتي مين فينا اللي صح ومين اللي غلط. أنا هسافر مش عشان شغلي أهم منك، لكن عشان اتأكدت إن ما كانش في داعي إني أحب تاني. حلقات جديدة يومياً على فيو بتوقيتك.